وهطلع ثلاثة هيبقى معايا 20 لعيب، هم دول اللي انا هيبقوا جاهزين 100% هلعب بيه. ممكن قبل ارقام كولر نقول ان مثلا عندنا القايمه بتاعت اول لعيبه هتلعب القمه مع الاهلي. الزنفولي مثلا موجود في القايمه، عمر كمال، مودست، رضا سليم، امام عاشور اول مره يلعب معاك قمه. فالنهارده وهو بيتكلم ان لا المباريات دي ما ينفعش. مصطفى شوبير، مصطفى شوبير انا استثنيته ليه؟ لو موجود الاجواء دي اول مره هو هيلعب فيها، بس ما مش عايز استثنيه من فكره ان انا اول مره انا عايش الاجواء مع النادي الاهلي السنين الاخيره دي، وتحديدا وكان موجود كمان في اجواء نهائي القرن اللي هي دي اصلا ما فيش حاجه اعلى في مباراه الاهلي والزمالك. انت بتتكلم على الاسماء اللي موجوده على الدكه نفسها او في قائمه المباراه، قائمه المباراه لاول مره، لاول مره. فالحته الثانيه اللي هي الغيابات برضو لو الناس تستعرض لها ان هي غيابات كبيره، وهنتكلم عن الغيابات دلوقتي ودور العناصر الثانيه والمؤثره في النادي الاهلي. بنتكلم عن الشناوي، ياسر ابراهيم، ديانج، وسام، يعني اربع اسامي من الركائز، لكن النهارده هو ما ركزش في الموضوع ده. لا ده انا عندي اصلا سكواد جاهز. الحاجه اللي ممكن نتكلمها في الارقام اللي هي حته المباراه الاهلي والزمالك، زي ما قلنا كسب ثلاثه، سجل تسع اهداف، استعرضوا لنا كده يا شباب استقبل هدف. دي ارقام جيلبرتو بيتكلم برضو، ارقام مستر كولر، دي ارقام لاي مدرب النهارده ممكن توصله الحاله، وان انا هدخل المباراه اكسبها النهارده. ممكن مدربين في اوروبا وهم بيتكلموا على مباريات زي دي يلعب على الحته النفسيه. النهارده دي اجمالي المباريات بتاعته، بص نسبه الفوز قد ايه، من 86 مباراه كسب 58، اتعادل 20، خسر 8. تخيل مدرب في سنه وشويه بيخسر 8 مباريات، وتلاقي البعض بيتكلم المدرب ده يكمل ولا يمشي. 8 مباريات في اكتر من سنه، يعني هي معانا على الشاشه اجمالي ارقام مارسيل كولر امام الاهلي. اجمالي المباريات 86 مباراه، فاز في 58 وتعادل في 20 مباراه، وخساره في 8 مباريات. بالظبط، هتلاقي نسبه الاهداف اللي سجلها مع النادي الاهلي 159 هدف، واستقبل 53، وعدد البطولات 6 من 8، وده برده رقم كبير جدا. في بنتكلم في سنه يعني مش في مثلا عدد مواسم كبير، لا ده فالنهارده كل دي هو بيتجاهلها تماما، بيوصل رساله للجمهور، لا احنا في مباراه هنلعبها والمباريات دي صعبه ولازم نركز فيها. فالنهارده كل دي حاجات بتوصل للجمهور، بتبين لك قد ايه المدرب اللي معاك جاهز ومحضر لكل السيناريوهات، فانت على الاقل تبقى مطمن. وفي الاخر هي كوره، وارد تكسب، وده اللي بنتمناه. لا قدر الله ممكن يحصل خساره، ما تهدش اللي انت اسسته، لان في ناس بتاخد الخساره دايما ان هي تهد المعبد وتحبطك وتدخلك في دوامه. لا احنا في النادي الاهلي ما عندناش الكلام ده، بنلعب على المكسب، ولكن لا قدر الله حصل عكس هذا، حضرنا مع الرجل ده سيناريوهات فيها خسائر وشفنا ازاي قمنا بعديها. لكن احنا وهو قال حتى الجمله مهمه جدا، كاس العالم للانديه في الموسم الحالي كان يعني اللي هو غير كل حاجه، ودي حاجه كويسه، وكانت في السعوديه. فالنهارده ان شاء الله نكمل عليك. انا ممكن بقى اخد حته كده مقدم البرنامج واقول اسال الاستاذ جمال حاجه. اتفضل. النهارده من ناحيه نتكلم عن الذكريات، بعد اذنك طبعا نتكلم عن الذكريات، وحضرتك اتكلمت في فكره الصحافه ان انت كنت بتجري تدور على التليفون طبعا. زمان كانت امتع من دلوقتي، ان احنا دلوقتي مثلا الراجل الصحفي لما يجي يقول للناس المؤتمر الصحفي، الناس قعدت شافته طبعا. التشكيل، حضرتك الناس كلها تبقى قاعده مستنيه التشكيل. النهارده التشكيل الناس عارفاه من